أحمد، خلينا نجري هذه المقارنة البريئة. تحدثت منذ قليل عن ربما الاكتئاب هو الذي يساهم في يعني المرض أكثر. خلينا نجري هذه المقارنة كما أسلفت، مقارنة بريئة بين المرأة والرجل، أيهما أو أيهما أكثر وأشد اكتئابا وهو في الحجر المنزلي؟ طبعا المرأة هي معرضة للاكتئاب بشكل أكبر، طبعا لأن المرأة ليست معتادة أولا على هذا الوضع، ولا طبعا قلنا أن هذا الوضع اللي يعني أغلب العالم وضع فيه فجأة يعني من غير سابق إنذار. أنا كشخص يعني ممكن أن أتعايش مع هذا الموضوع، ربما في صعوبة، لكن المرأة ستجد صعوبة أكثر طبعا في خصائصها الأنثوية المعروفة لدى الناس، أيضا يعني ستزيد على هذا الموضوع أكثر حينما يكون أيضا في أولاد وفي زوج، طبعا هذا سيزيد من حدة التأثير السلبي إن لم يكن هناك تدابير، وإن لم يكن هناك طقوس يومية جيدة ممكن أن تعيشها المرأة مع عائلتها أو البنت في بيتها، هذا طبعا سيزيد من حدة الصدمة السلبية أو التأثير السلبي. لكن إن اتخذت التدابير اللازمة اللي من شأنها تخفف وطأة الحجر المنزلي على النفس سواء عند النساء أو عند الرجال أو حتى عند الأطفال، طبعا لن يكون هناك إن شاء الله أي تأثير سلبي بعد ما الواحد يتخذ كل الاحتياطات اللي من شأنها أن تجعله في صحة وسلامة. دكتور